فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: والدي وكلني على مال له بأحد البنوك، ومضى على هذا المال 5 سنوات ولم يزكه، وكلما قلت له نريد أن نزكي هذا المال يقول لي لا، نريد أولا أن نزوج الأبناء. سؤاله يقول: كيف أصنع أنا؟ هل أزكي ماله بدون علمه أو لا بد من نيته؟ لا بد من نيته، لكن خوفه بالله يقول له، ويمكنه جاهل ما يدري، يمكنه جاهل يقول أدخر المال زوج أولادي قبل الزكاة، لا ما يدري هذا، أكيد أنه جاهل، بين له أن هذا فرض ما يجوز لك هذا، يزكيه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.